طيب هروح مع حضرتك لموضوعنا النهاردة بشكل تفصيلي وهو الانتحار. هتكلم مع حضرتك طبعاً عن أسباب الانتحار وليه ولادنا يوصلوا يعني لهذه المرحلة وإيه أسباب يعني تكرار الانتحار. تقريباً في يوم واحد شفنا حد رمى نفسه من برج القاهرة وشفنا الشاب اللي يعني رمى نفسه بالعربية من الكوبري المنصورة وكتب بوست قبل الانتحار. يعني هو عارف هو محدد هدفه أنا رايح انتحر الأول أنا على حافة الانتحار وبوست تاني يعني أشوفكم بخير خلاص أنا هني حياتي. يعني نروح مع حضرتك لأسباب الانتحار في البداية. هقول إنه الفشل النفسي الداخلي الإحباط أوقات كتير الإنسان بيتعرض لنوع من المعايرة ونوع من الضغوط النفسية اللي بتخليه حياته ما بقاش ليها قيمة بالنسبة له. فبيصبح الشخص دوت يعني حياته بلا ثمن بلا قيمة فهنا بيلجأ للانتحار. في حالات تانية بيكون في مشكلة بقى نفسية الإنسان بيبقى عنده مرض نفسي فدوت بيكون بيوصل للانتحار. الاكتئاب ممكن يوصل الإنسان للانتحار. فكلها عوامل إما نفسية يعني محتاجة علاج طبي أو محتاجة دعم نفسي. في الحالتين الإنسان ممكن يوصل للانتحار ده بالإضافة للإحباط الشديد اللي بيوصل ليه الإنسان بالفشل والمعايرة أو المقارنة اللي ممكن يتعرض ليها الإنسان إنه دايماً فاشل. فهنا بيكون بيضغط نفسياً لدرجة إن حياته بتبقى بالنسبة له بلا ثمن وبلا قيمة فبيضحي نفسه لأن بتبقى يعني حياته ونفسه أرخص شيء عنده لأنه هو شايف نفسه بطريقة دونية. فبالتالي إيه معنى حياته وإيه ثمن حياته وإيه مستقبله إيه اللي جاي بالنسبة له فهو ما عندوش رؤية لحياته إيجابية. فبالتالي خلاص أصبحت الصورة قاتمة ومعتمة سودة بالنسبة له فبالتالي يعني بيقول أتخلص من حياتي. فدي المشكلة طبعاً اللي بتكون بتسبب في موضوع الانتحار. يعني أبرز أسباب الانتحار الضغوطات النفسية اللي بيتعرض ليها يعني الشخص ده فبيفكر أنه خلاص هو مش عايز حاجة من الدنيا أنا خلاص أنا يعني هأقدم على الانتحار حاسس أنه ما فيش أمل في الحياة. هو طبعا سواء كان ضغط نفسي أو مرض نفسي في الحالتين. يعني حالات الاكتئاب دي مشكلة بتوصل الشخص للانتحار. الضغوط النفسية والمعايرات والإحباطات بتوصل الإنسان للانتحار. فالجانبين الحقيقة بيوصلوا نفس النتيجة.